اسعد الله صباحكم متابعي ومتابعات قناه شفت في مرحبا بكم. انا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه قنيطره. اليوم في كنت واجدوا اشهر حديقه في ليجه وسط المدينه. فصباح الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا المنظر الجميل، ومرحبا بالملك. صباح الخير وصباح النور ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. شكرا دائما الحمد لله، وانت وفي القناه شفت في قناه الشعب اللي كل صباح الحمد لله كنشوفوك. شكرا لك ومرحبا بك مره اخرى، ومرحبا بكل اللي التحق بينا في هذا الصباح. فصباح الخير عليكم. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا هذا المنظر الجميل، بغينا نشارك معكم في هذا الصباح الجميل. فصباح الخير عليكم لاله توريه، صباح الخير الحرية، عفوا الحرية، صباح الخير، الله يسعد الصباح، ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. ان شاء الله يا ربي يكون يومكم سعيد ان شاء الله يا ربي. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا هذا المنظر الجميل في هذا الصباح الجميل، فصباح الخير كل من التحق بينا في هذا الصباح. فصباح الخير لكم ومرحبا بكم معنا في هذا المنظر الجميل في هذه الحديقة الصغيرة اللي معروفة في مدينة القنيطرة، اللي جات في وسط المدينة، اللي معروفة او كيقولها بتي جاردان، اللي هي قرب عملة القنيطرة. هذا واجب الملك، ومرحبا بك مرة أخرى، ومرحبا بالحورية وكل من التحق بنا في هذا الصباح. فصباح الخير عليكم. كنتمنى نشوف تعليقاتكم متابعين الأفاضل في هذا الصباح الزوين اللي معكم. صباح الخير سي سمير، صباح النور، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة. شكرا سي مصطفى على المشاركة ديالك الجميلة. سي مصطفى كيقول السلام عليكم، تحية لك، تحية لك أخي العزيز. حنا بالدولة كنقول لك تحية لك أخي العزيز، شكرا لك، بارك الله فيك. كيقولنا مراكش راه الجو جميل، إن شاء الله دائما يكون جميل وأنت أجمل إن شاء الله. سي حسين، حسين شكرا لك أخي حسين، شكرا أخي حسين محمد، بارك الله فيك. شكرا لك أخي سمير، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. كنتمنى من نفوت حتى شي تعليق اليوم، قررت أني منفوت حتى شي تعليق. صباح الخير لاله دنيا، دنيا دنيا حجاج، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. ونتمنى نكون نكون قريت الاسم ديالك صحيح. فرانس علي، صباح النور، جود مورني، صباح الخير، جود مورني، مرحبا بك معنا. الملك انا ما اعتقد في فرنسا، لا ما اعتقد، يا ربي ما نكونش اخطات. فكيدير الاجواء عندكم واش فرنسا ولا بلجيكا؟ مرحبا بالجاليه المغربيه، هذه مناسبه معنا لاله ملك، فكنقولها مرحبا بك معنا، ومرحبا بكل الجاليه المغربيه المقيمه بالديال الفرنسيه والبلجيكيه والاسبانيه كذلك. شكرا لك اخي العزيز، شكرا لك راك منور، شكرا بوجودك ان شاء الله سي سمير، انت منور، وكل المتابعين والمتابعات قناه شفت في قناه الشعب راكم منورين في هذا الصباح الجميل. صباح النور سي حبيب، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. وسي حبيب هو كذلك من المتابعين الافاضل، وتحيه للناس مراكش كيقول لكم منظر جميل في هذا الصباح. شكرا لك سي الحبيب. كذلك معنا العربي، صباح النور سي العربي، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. السلام لاباس عليك اخي، شكرا بارك الله فيك. الحمد لله ملي كنشوف هذه المتابعين الافاضل في هذا الصباح الجميل، واول لايف كنطلقوه اللي هو جوله صباحيه، فكنكونوا حنا دائما فرحانين مع هذه المتابعين الافاضل اللي كيتواجدوا معنا في كل صباح. فصباح الخير كل من التحق بنا. فحبيت هذا الصباح اني نشارك معكم هذا المنظر الجميل مع كل المتابعين ومتابعات قناه شفت في قناه الشعب. شكرا لك، وتحنا سنا بالدور ديالي كنقول لك تحيه لك من مراكش، عفوا من القنيطره، اعتذر، تحيه لك من القنيطره، وتحيه لك من طنجه الكويره وجميع المتابعين الافاضل. فتحيه لكم من طنجه الكويره، شكرا لكم على المتابعه وهذا المنظر الجميل اللي بغيت نشاركه معكم في هذا الصباح الجميل. شكرا لكم.
الفجر. كنتمنى نشوف تعليقاتكم متابعين الافاضل، كذلك الاجواء والمدينه اللي كتتواجدوا بها اللي كتتواجدوا بها، وكذلك الاجواء عندكم في مدينتكم. بالنسبه لمدينه قنيطره، فمدينه قنيطره الحمد لله جو جميل ورائع كيفما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل. سعدي صباح الخير لطيفة عادل، صباح الخير عادل ولطيفة، صباح الخير عليكم بجوج، الله يسعد الصباح. يا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل، هذا الجو الجميل اللي بغيت نشاركه معكم في هذا الصباح. صباح الخير كل من التحق بنا في هذا الصباح. شكرا سي يوسف، صباح الخير سي يوسف، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. كذلك ابراهيم صباح النور، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. وكنعرف لي ما قريتش بعض التعليقات، فيمكن انهم يكتبوا لي بعض التعليق، يكتبوا لي او يكتبوا لي التعليق، فكنعرف لي ما قريتش شي تعليقات او ما تنبهتلهاش، فاعتذر المرات ما كتبتش عندي بعض التعليقات. شكرا لاله ملك، دائما الحمد لله الملك، فهي وفيه القناه الشو تي في دائما كل صباح كنشوفوها معنا، فشكرا لك مره اخرى من هذا المبارك، نقول لك تحيه لك وتحيه لجميع جميع المتابعين اللي دائما كيكونوا معنا في البث المباشر، شكرا لكم. شكرا سي ابراهيم على المشاركه ديالك، وكانت تحيه ليك وتحيه للناس اسفي، فصباح الخير عليكم وصباح الخير على الناس اسفي. فالجو كيقول لنا جو زوين في اسفي. لا عائشه صباح النور، الله يسعد الصباح. شكرا صباح الخير والياسمين، شروق الشمس اخي الفاضل، شكرا لك اختي الفاضله وبارك الله فيك، وصباحك مبروك لاله عائشه. لاله عائشه كتقول لنا صباح النور والياسمين، والله على التعابير الجميله في هذا الصباح، فالحمد لله. فانا كذلك بغيت نهدي لكم هذا المنظر الجميل في هذا الصباح، تشاركوه معنا في هذا الصباح الجميل، فصباح الخير عليكم وشكرا لكم. ميمي صباح الخير، شكرا شكرا لك ميمي على المشاركه ديالك. فمهم انك مشاركتي او شاركت انت او انت، فشكرا. قناه شفت فيه هي قناه الشعب، شكرا لك وبارك الله فيك على كلامك الجميل. سلوك نيطرا هذا باين قناه ديالنا، صباح الخير صباح الخير سلوك نيطرا، مرحبا بك معنا صباح النور. حنا في تجارتنا كيف ما كتعرف هذا عارفه انت طبعا، اللي هي كتواجد قرب امانه القناه. هذه في مدينة قنيطرة، حديقة اللي معروفة أو ملقبة ببتي جاردان أو الحديقة الصغيرة اللي كتواجد قرب العمالة اللي جات في وسط المدينة، مدينة قنيطرة طبعا عاصمة الغرب.
صباح الخير سي مصطفى، عليكم السلام، مرحبا بك معنا. احسن جرده كانت في المدينه، وصراحه مازال سي مصطفى مازال مزيانه الحمد لله. باردون، الحمد لله مازال مدينه، مازال عفوا مازال جرده زوينه صراحه. هذه قناه، شكرا ميمي، بارك الله فيك. ما غاديش نجاوبك ميمي، ولكن كنقول لك فهاد الصباح الجميل، فصباح الخير عليكم، مرحبا بك معنا في هاد البث المباشر. مامي او مامي عفوا، فاللي عايشين نقدر نقول لك صراحة شكرا لك. هذه العلامات والسلامة، صباح النور سي صالح، الله يسعد الصباح. لا غنديرو جولة ان شاء الله، ان شاء الله غنديرو جولة في العلامة وفي السكنية اكيد طبعا. فمدينتنا الحمد لله، و العلامة هي من المنطقة اللي هي مزيانة صراحة، كياخدو عليها بعض الناس بعض الحوايج الخايبة، فلا صراحة شوف الإنسان كيف ما تعاملتي معاه كيتعامل معاك، تعاملتي معاه مزيان يتعامل معاك مزيان، تعاملتي معاه خايب راه كيتعامل معاك خايب. طبعا الحمد لله كنمشيو مجموعة ديال المناطق في مدينة قنيطرة اللي كيقولوا عليها خايبة، لكن الحمد لله اللهم لك الحمد راه ما عمرنا ما تألينا وما عمرنا وقع لنا شي حاجة. علاش؟ لأن كنتعاملوا باحترام وكنتعاملوا مع الناس مزيانين، فالحمد لله كيتعامل معاك مزيان. طبعا ملي كيمشي خايب وكيمشي مع بواحد الطريقه فين ما كنتي، ماشي غير في العلامه كيف ما كتقول لي سي صلاح، ففين ما مشيتي مشيتي اي بلاصه في اي منطقه، تعامل مزيان راه يتعاملوا معاك مزيان، تعاملتي خايب راه يتعاملوا معاك خايب. الحمد لله تلاقينا مع ناس ما عرفت كي دايرين، والله لك الحمد تعاملوا معنا مزيان وتحيه ليهم. فهمتي سي صلاح؟ دونك ميساج كليغ. متابعين الافاضل، ما بقى لي الا نقول لكم يوم سعيد لكم، وشكرا للمتابعه، ويوم وكنتمنى لكم يا ربي في هذا الصباح كل ما كنتمنوا يا ربي يحقق لكم، وكذلك الدراري اللي غادي يقراو الله يوفقكم ان شاء الله، وتكون ان شاء الله هذا الموسم ديال الدراسه اللي هو 2022 2023 فيكون ان شاء الله لكم بالخير، وكل ما كنتمنوا يا ربي يحقق لكم. كذلك الناس اللي غادي مسافرين فطريق السلامه الجميع، الناس اللي غادي مسافرين فطريق السلامه لكم، وكنقول للسائقين دائما ردوا بالكم على السائقين، الله يجزيكم بخير، فالارواح ديالكم راه عزيزه علينا، وان شاء الله نشوفكم غاديين وراجعين بالسلامه ان شاء الله. فشكرا مره اخرى للمتابعه، وكنتمنى منكم انكم تبارطاجيو، ما تنساوش يوم سعيد، وغادي نختم بسيدي محمد اللي عاد التحق بينا. فصباح النور، واش ما كاين ما فهمتش سي محمد، وغادي نختم بك ونقول لك شكرا لك، والى اللقاء في لايف اخر ان شاء الله.